اديشن. شوف خوي هذا تسولني؟ لا هناك هايدي صح؟ أيوة. مع بيتر وذيل كلهم هناك. بيتر لا هناك راح يتذكر ذيك الجهه رايح الحلقه الاخيره ذيك شكلها. ليش ما يحط المسعات هنا؟ شو هذا ما يميز المسعات هنا؟ نبي نطالع هذا اختياري ما بعرف تروح الوكاله وتطلع يركبون على هيلكس ترى. احنا الحين في منطقة اسمها بيك سكاي. ايه بيك سكاي. احمد اشتغل هنا. تعتبر مدينة صغيرة. ما هي مصنفة باسم مدينة لانه هي جاية بين كاونتيين. جاية في النص كذا. فلسه في مشاكل على اي كاونتي تروح على اي شيء. لكن هي تعتبر مدينة صغيرة. عبارة عن ريزورتس. فيها خمسة او اربع ريزورتات. عطها بالعربي. حلو. الريزورت منتجع. منتجعات. اقرب ما لها تقول منتجع. بقول منتجع بقول مستنقع. مستنقع اي. مستنقع. تمام. المدينة الوحيدة اللي في مونتانا تدفع عليها تاكس لما تشتري. سياحية تعتبر. طيب. والمدينة من هو فيها؟ طيب. المدينة دي المنتجعات اللي برا. تمام. غير اليلوستون كلب. هذه أي واحد يقدر يستأجر فيها. تمام. تتفاوت الأسعار من مثلا 500,000 دولار ليلة توصل إلى 6-5,000. أوكي. تمام. هذا أي واحد يقدر يستأجر فيها. يعني هذه المناطق اللي إحنا في هذا فندق اللي ورا كان فندق ثاني. الحين اللي تبغون نخش على منتجعات صغار اللي هي الأوب مفتوحة. أوكي. عرفت. تقدر تخش عليها عادي. ال شو اسمه اليلو البيك سكاي فيها ال شو اسمه يا ربي سكي ريزورت. اوكي. سكي ريزورت منتزع حق سكي. تمام. السكي ريزورت هذا اي واحد يقدر يخش فيه عادي. غالي اليوم الواحد ب 140 او 160. تمام. هذا الاوف سيزون على نهايه الثلج. تمام. ولا في البدايه لسه الثلج ما ضبط صح. أوكي. اذا صار ممتاز مره توصل ل 200 دولار الليله اليوم الواحد. طبعا اليوم الواحد نتكلم احنا من الساعه 8-7 صباح الين الساعه 6-5. اوكي. 4:30 خلاص يبدون يقفلون الليفت عشان اللي يبغى ياكل قبل ما يمشي وكذا يطلع. طبعا كله بتدفع قيمته لكن مو هو مجاني ولا شيء يعني كله بس ما يعني مو شامل هو بس حق الدخول بس. اوكي. تمام. غير الايجار السكيز اذا انت ما عندك واشياء زي. طيب والاشخاص الكبار هنا الاشخاص الكبار راح يجون معاك في نفس ال لا وين عايشين؟ هذا الفرق اللي ساكنين عندنا في الكلب. في اليلو ستون كلب اللي هم يسمونه واي سي. تمام. الواي سي اللي ساكنين فيه هذول عندهم جبل خاص لهم عشان كذا مسمينه برايفت باودر. اوكي. هذه مكتوبه هذا واي سي ورا. تمام. هو الواي سي الشعار حقهم. تمام. برايفت باودر ما حد يقدر يخش فيه. يعني انت منين وتقول ابغى اخش ما تدفع 1000 وتخش. لازم انت تكون ساكن هناك. وكيف يسكنون ذلك؟ كيف تسكن هناك؟ لازم تعرف شخص يسمح لك انت تستأجر عنده. لازم ينفع يعني لازم دعوة. ايه. لازم في ناس عرب خليجيين جو وسكنوا. طيب. وقابلت انا شو اسمه الموظفين اللي قابلوه. طيب. انت كبداية الحين احمد اشتغل هنا. انا اشتغلت في الواي سي كلب. طيب بس ممنوع تقول اسماء؟ ممنوع اقول اسامي ناس لانه انا بكون مسؤول عنها لانه هذه احدى الاوراق اللي وقعتها. لانه انت الواي سي ليش ما اقدر اتكلم؟ ليش ما اقدر اقول عادي ما عليك ما حد دارة؟ لا لانه الواي سي متابعين كل السوشيال ميديا وفي نفس الوقت شو اسمه محامين حقينهم تعرف. اي ما نمزح. حتى لو انك طلعت من الشغل الحين ما تقدر ما اقدر كل هذه معلوماتهم كلها عندي. أوكي. حتى ارقام جوالك. اوكي. ما اقدر اتدخل في هذه مسؤولية. طيب ويعتبر فنانين كبار فنانين كبار مشاهير يعني بشكل ما تتصور انت ممكن ما تتصور يعني ما تتوقع انه والله هو الشخص هذا موجود في هذا المكان اي تنصدم عرفت يعني طقة مغنيين ذي اللي انت تتكلم علي من ذلبحات شو تحصل بوست مالون منهم بوست مالون اوكي مغني ذا موجود هنا موجود انت ما تقدر تقول ايه عنده بيت على كلام عنده بيت بسكال. هو قال يعني ان عنده بيت. بس هم يجون هنا ليش؟ لانه ما حد يقدر يقرب يمهم ما حد يقدر. ايوه
اليلو ستون كلاب ممنوع تخش عند البوابه. البوابه حاطين سكيورتي وعسكر ممنوع احد يخش. تمام. شو اسمه دقيقه هذه عشان نسوريك. هذه بيوت تقدر تستاجرها، اشياء تقدر تستاجرها، اي واحد يقدر يستاجرها. اوكي عرفت. هذا شوفها في اليمين كمان، هذا ليش منها اصبع. هذه اي شخص يقدر يستاجر منها اي شيء. هذه عرفت، في مواقع خاصه تتكلم عن تستاجر هنا عادي. لكن تقول والله ابغى الواي سي، ابغى اليلو ستون كلب، هذا صعب، هذا مستحيل اذا ما تعرف احد. طيب وكيف ياخذون منك؟ كيف يقبلونك اذا عرفت شخص وخلص؟ كيف اسكن يعني؟ كيف اذا نعرف هناك كيف اسكن ولا كيف اجي استاجر؟ لا اسكن خلاص كفنان كبير الحين. انا عندي فلوس وجاي بستاجر هناك، بشتري هناك. عندك اشتراك شهري سنوي تدفع؟ تقدر تقول كم الاشتراك؟ الظاهر انه 12 او 11 مليون. اوكي ما في الاف سنوي؟ لا ما في الاف، انت الله يصلح حالك. لا الاف هذه لي ولك. الاف ما في. اوكي تدفع 12 سنوي. ايوه اشتراك يا حبيبي. غير الكهرب والماي والنت كله 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 بناي. لا ما ندخل فيك احنا. انت تبغى بيت جاهز مبني واحد بيبيعه تقدر تاخذه. تمام. تبغى لا والله تقول انا ابغى شو اسمه، خلينا نطلع يسار. انا ابغى اسوي بيت على كيفي انا. حلو. بناء على النيبر هود اللي انت ساكن فيه تبني البيت على الديكور النيبر هود. لازم كله نفس الشيء. ايوه الديزاين يكون يعني الديزاين كله يكون يعني شباب اللي كلهم زرق. تمام. طبعا مره ثانيه شوف احنا قاعدين نتكلم، ما احنا في الواي سي، نتكلم على برا. وهذا بيك سكاي في شيء هذه شوف كلها زي كذا. تمام. طيب انا بستاجر، ابغى الارض اللي جنبه وبشتري بيت هناك وابغى اسوي عماره طويله مثلا، ولا ابغى اسوي زي كذا. لا انت في هذا الحي لازم يصير نفس الستايل من برا. اوكي تمام. هذا شيء. الشيء الثاني اشتراك الظاهر والله العالم ماني متاكد، يعني لا تاخذون كلامي 100% بالنسبه للاشتراك. يسوون عليك شو اسمه هيستوري ريبورت اللي هو التقرير كامل. يشوفون انت مين ايش عندك، حتى الباك جراوند تشيك. ثانك يو. تمام. يشيكون عليك كامل، بعرضه في نفس الوقت، برضه في نفس الوقت شو اسمه يتاكدون انت عند دخلك ما يكون معين. هذول كلها في السيلز دخل السيلز يعني ما ينزل. ايوه الدخل حقك ما ينزل عن رقم معين، والرقم ما الظاهر انه في 40 مليون او شيء زي كذا. سلام. عرفت؟ ايوه ما ينزل. ليش؟ لانه عشان انت ما لانه ما انت مجبور تدفع هناك شهري ولا. كل ما تبغى تسوي شيء تدفع في نفس اللحظه. لا خلاص كل تسجل نهايه الشهر نرسل لك اياها تسددها كلها كامل. وفي حركه هنا على ما يجون المطار كيف يجون؟ يعني بعضهم يجون بالطياره. حلو. الحين خلي عشان نوضح انه في فرق بين بيك سكاي واليلو ستون كلب. اوكي تمام. اليلو ستون كلب منتجع في بيك سكاي. يقدر اي شخص يجي؟ لا يلو ستون كلب لا. يلو ستون كلب قصدي البيك سكاي العادي. البيك سكاي عادي اي واحد يقدر يستاجر فيها. هذا شو اسمه مدينة؟ تمام. هذه الجبال شوف مدري مدينه غير كلش قدام. ايوه خليني انا بوديك منطقه عشان تشوف الثلج فوق. عرفت؟ هذه المنطقه اللي تقدر تستاجر فيها اللي هي شو اسمه المون بيسن الظاهر فوق هنا. هنا تقدر تستاجر السكين حقتك هنا فوق. اوكي أيوة. تمام. تزلج يعني ايوه السكين والسنو بورد والاشياء هذه كلها هنا. تمام. اليلو ستون كلب يختلف كليا، هذا شيء ثاني، هذا اللي انا ابغى اوضحه. بيج سكاي فيها منتجعاتها وفيها ريزورت سكي ريزورت واحد منتجع. اوكي تمام. حق ثلج. اوكي. يلو ستون كلب فيه منتجع هو كامل كل شيء فيه. تمام. لكن الجبل حقه حق الثلج خاص فيه، ما حد يقدر يخش. ما في الا المشاهير. المشاهير اللي ساكنين اللي مبتعدين عن انظر الناس أو واللي ساكنين. اوكي تمام. اللي ساكنين هنا هم اللي يقدروا ايش اسمهم يلعبون على يعني يتزلجون في الجبل. كيف تستأجر؟ كيف تشتري؟ عندك بروسس كامل تعدي عليه، الظاهر ياخذ 3 إلى 4 شهور. يتأكدون منك كل شيء عشان تستأجر، عشان تشتري البيت ولا تستأجر أرض ولا ما في إجابة. تمام؟ أنت تقول والله أنا أعرف واحد هناك وبجي أسكن، ولا أنت مثلا ساكن هناك وأنا ودي أجي أتكي عندك في الأرض في شو اسمه؟ في البيت حقك مو بيت قصر. تمام. ايوه هو بجي بسوي سكين في الثلج. حلو. طيب خلاص ما عندي مشكله اسوي لك شو اسمه انفايت، ولا تسوي لي انفايت عن طريق الكلب. الكلب هو اللي يتحمل مسؤوليه دخولك وخروجك وهو يرتب كل شيء. حلو. هذا ما تدفع عليه شيء. طيب انا انت عندك بيت هناك حلو تبغى تاجر،
صح اوكي صح ولا لا؟ ايه. بيتك تبغى تأجره صح. ما تبغى ما تبغاني مثلا انا اجي ولا تبغى تأجره لشخص انت ما انت جاي السنه هذه حلو تقدر تأجر لكن الشخص هذا اللي بيستأجر البيت هذا لازم تعرفه شخصيا أوكي. ما تجيب اي واحد جاي من طرفك يعني ايوه ايه. عرفت ما يجي كذا من اي واحد لازم تعرفه شخصيا يعني انا تبغاني اجي عندك واجي تكي في البيت زي العرب تعال تكي حياك البيت بيتك لا تدفع ايجار عليه طبعا في بيوت ايجارها الليله ب 15000 حلو قوي حلو حلو ايوه حلو انه حلو. ايوه الليله ب 15 اوكي والليله ب 15000 ايوه ارخص ارخص بيت 100 ارخص بيت لا اقل 5 وصلنا خلاص ولا ما جبنا الهليكوبتر بعد طلعنا يا سلام تمام ارخص بيت هناك ايجاره بش اسمه مو بيت كابن اوكي صغنون مره صدق كل ما تعني الكلمه كوخ كوخ يعني كوخ, كوخ يا سلام بش اسمه 1900 دولار الليله طبعا هذا غير شامل ما يشمل النت ما يشمل الكهرباء ما يشمل الاشياء دي كلها مخدع عظم بس يا سلام ايش غيره بس فانت طيب. مستعجل طبعا في ناس جروب كامل ايش كنا نقول المويه اي دقله قال لي يجي جاء شيك على الهيتر الهيتر شغال لما شغل المويه اخذت له ابو يمكن دقيقه كامله الى ما احترت اوكي طيب طبيعي هذا في كل بيوتنا لازم الماي يمشي ترى ما بكهرب لا هو يعني انت توصل لدرجه معك فلوس ويكسبكت سمثينج ات هابنز ات ذا مومنت ول عرفت بس لازم يفهم ان الماي جار ايوه كلمه طبعا بس انت مستوعب انه دق عليه الساعه 3 الفجر عشان يروح يساعده عشان يخلص له الموضوع ده ف هذه طلعت عليها فاتوره طيب كم طلعت عليها فاتوره وسددها هو عادي عرفت شو اسمه حجيه مو كذا ما اتفقنا كذا اوكي شاطر تمام التكنولوجيا اللي في البيت طبعا البيوت كلها تعتبر سمارت سمارت مو سمارت يعني سمارت الى ابعد درجه ف متجاب انا الموضوع ذا حق الماي بس اي الماي جو فاتوره كم طلعت طلعت الفاتوره حقته والله ما اذكرها بس طلعت الفاتوره حقته اذكر احمد صفقه احمد سؤال مره من المرات قلت لي عن فاتوره انا انصدمت ايوه كلمت عن الفواتير اللي تجي للتقديم تنظيف الازاز ايوه زي هذه عندك بيت تبغى تنظف ازاز بيتك من برا ومن جوا كم يكلفك انا نظفه ايش انا ما عندي دين والله العظيم ايش دخل دين يدين يدين طيب بقى خلينا يعني الحين نخش على هذه البيوت اللي هي العادية بيوت ناس ساكنة والله احس انها 100 200 يمكن وادي حلو طيب خلينا نقول بيت قزاز كثير ما بتوصل 1000 ما ادري 1000 واجب انا اسالك تحت ال 1000 على اسهلك اياها كمان زيادة ما تاخذ 3 ساعات ها ما تاخذ 3 ساعات الساعة قل قل لو اني جايب واحد جايب لاعب كورة الساعة ب 100 300 ما ادري الساعة بكم واجد الساعة ب 100 الساعة ب 100 بيت زي ذا 200 150 100 من برا ومن جوا يلا دولار 150 يمكن انك تاخذها على الساعة اي بس طبعا البيوت اللي هناك هذا شق يعتبر اوكي تمام 1400 دولار انتوا حاسبين 1400 دولار كم يعني شنو يعني؟ جوال ايفون لا مو سامسونج اس 20 جوال ايفون جديد جوال ايفون جديد اس 20 الترا هو على على من اس 20 ب 1400 1400 دولار تنظيف جهاز بيت بس ينظف ما يركب لا ينظف لا يمسح بس جعل عمرهم ما نظفوا انا 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 السياره حقتي غسلت قبل 3 شهور وقبلها قبل سنه ما غسلت بدال الخشب لا لانه علي علي ما يبي ينظف يبي يغير الخشب يشيل الكزاز يحط خشب ما يبي ينظف في بيت من البيوت هناك حرمة راعي البيت ما عجبها البيبان ايوه البيبان يوم جابوهم ايوه قلت لي سالفه ايوه البيبان اللي في البيت ما عجبها انا تدري ايش اسوي؟ اطلقها ارخص ارخص والله ارخص من اجيب بيبان زياده ما عجبها البيبان والله العظيم بيبان البيت اشوف النعم اللي صار لو جايب بنتي هنا ما خلاص
تبي تطلب تسبح تغير خلاص ما تبي ديناصور ابي نهر اشتر لي نهر بيبان البيت ما عجبتك ما عجبت حرمتك بتغيرها تمام كم بتكلف كم البيت كبير انت احمد بتجيب بيبان البيت كبير ايه طيب يلا معلي احمد انت تتكلم انه بتجيب بيبان من يعني ما في في المنطقه مصنع ما في عندك بيك سكاي طيب انت بيك سكاي بوز من بينك وبينها ساعه طيب هناك كل شيء احنا كل اغراضنا في الكلب ناخذ كل شيء من بوز 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 ما شيء ذا كل كل ايه. كله بوز اوكي تمام بيبان بيت في عندنا كانينوبل عندنا ايس هذه كلها تبيع بيبان شب ايه ولوس هوم ديبو كلها تبيع بيبان ايس بيسبركون البيبان ده ما هم هم يطلبون الباب من عنده بالتفصيل اللي يبغون يجون ياخذونه ويجون الشركه اللي عندنا شو اسمه الانستالرز يجون هم يركبون طيب طيب باب كبير مره هذا اللي فكوه اللي ما دخل من بوابه لا 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 البوابه شيء ثاني هذاك هذاك اللي قلت هذاك اللي قلت اوكي طيب غيرت البيبان كم تتوقع انت اعطيني سعر اللي ورا ابو 30 دولار في حسابك وانت تغلط تدري ان حسابي فيه 9 دولار كم قيمه البيبان ما اتكلم على التركيب ما اتكلم على شيء الحرمه دخلت البيت قالت البيت حلو بس البيبان ما عجبتني ودي اغيرها كل البيبان كل البيبان في البيت كلها كامل طبعا باب البيت الامامي تغير باب البيت المرض الأمام. تغيير الباب حلو ممتاز طبعا هذا قاعد يصير 40,000 هذا ترى قاعد اقط ارقام لان ما بالها 100,000 الباب يعني كذا انت قاعد ترمي ارقام ان شاء الله ما اوصل حق المرحله اني اسكن في كذا واقط البيبان الحرمة جات قالت ما ابغاها قال ابشر طلبت بيبان شو اسمه والله انه على خشب نسيته ان شاء الله تسود المره 80,000 80,000 صدر والثاني والثاني غير بيبان وشال الجدار الظاهر ما ادري شال كلف حدود المليون شوي في فلوس في فلوس عندك رقمه انا الليمت حقي 3000 3000 شو تسوي ها شو تسوي فيها 3000 ما تغير بيبان بيت لو ادفع يوقفونه هولد 24 ساعه ما اقدر ما تقدر تشتري شيء لما شيء يكون صدق ولا لا بعد 24 ساعه لازم اي لا لا في ناس في واحد اشترى شقه الشخص هذا طبعا انت قاعد تتكلم على ناس مليونير يعني على الاساس ما بمليونير بليونير بليونير عنده 3 شركات واحده من الشركات تصميم انتيرير تمام و حق السكن وانتيرير ايوه حق اي شيء تعطيه مساحه المنطقه هو يسوي لك اياها على 3D ويوريك كل شيء ويصمم لك اياها المديرة المسؤولة اللي هو حاطها هي الانتيرير ديزاين هي البرايفت انتيرير ديزاين حقته هو حلو ده صبه حقنا لبن يا سلام okay. هذا الموبار حقتك تمام هذا الجولف كورس شوفه وين الظهر انه هنا دقيقة احنا وين طلعنا احنا شوف بالزاوية هناك شايف الاخضر كل شيء اخضر والله اي لا لا منطق مفتوح اوكي اوكي ورا العلم ورا العلم ما يصلون هنا ما يصلون ما يروحون الكنيسه مشغولين كل واحد يدخل فلوس الكنيسه ايش عندهم المهم والله كنيسه كان شو اسمه اول يوم لحد اي هذا يوم اي بيصلون ركعتين ايش كنا نقول بسرعة الحق الفضل لا 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 كسر جدار مليون ما ادري كم لا لا هذا اللي كان عندهم ديزاين حقته تمام يبغى طلب طاولة عنده في البيت في الشقة طبعا الشقة تمام طلب طاولة كبيرة ويوم جاء يدخلونها في البيت ما تخش قطعة واحدة one solid piece ما تخش طيب كيف بيدخلونها لا مع البوابة تخش ولا الشباك في الدور الرابع مدري الخامس ما طلب هليكوبتر الضيم تمام وجاب الهليكوبتر وشنكرت الطاولة من تحت one solid piece طاولة اوكي لا خشب مدري من وين جاي
شيء يقصه قصه ولزقه بعدين لزقه. شفت الطاوله؟ لا لا والله ما هي طاوله، شيل 100 رجع لي حبيبي. دي ايش الطاوله؟ تخطى لنا السعوديه يلعبون بلوت عليه. اوف والله ما طفون زقاير فيه يحرقونها. المهم عشان يدخلونها فكوا القزاز حق البيت اللي في الكامل في الوجه كله كامل، تركوا بس الفريم العظم. بعدين جابوا الهليكوبتر طلعوها طبعا ودخلوها. لو تشوف كيف المشروع اللي عشان يدخلون غير الطاوله البلاستيك حطيت فيها يعني. اتوقع ان خلصنا سوالف منهم. ايوه هذا الجزء من الاجزاء اشياء كثيره. لكن بصراحه المنطقه دي جنه يعني. شوف بس حتى لو اللي بيجون برا المنتجع برا الريستورانت إيه لازم عندك ميزانيه حلوة. ميزانيه يعني متوسط يكون لازم. إيه متوسط يعني افريج عندنا متوسط السعوديين ممكن يجي يعني. عرفت حلوه المنطقه مره حلوه وتمشي فيها، بس انه من المكان الاستجمام يعني مو حق. وترى مشهور في العالم كامل ده بيج سكاي. إيه بيج سكاي لدرجه ترى بعضهم اذكر رحت كاليفورنيا اقول لهم انا ممتاز ما يدرون ما يعرفون شنو بنتان. اقول له بيج سكاي يعرف يعني. اتخيل اقول له اقول الولايه كامله ما يعرف، يعرف المنطقه اللي داخل بس ما يقدر يسوي. ذاك اليوم اقول الدينامو حق عبد الله الونيت خرب علي البطاريه وانا في الخط. بعدين الدينامو بعدها طق على طول. حلو طيب. قاموا يتخنقون على السيارات، انا ما ادري شو السؤال فطلع فيهم داخلين المعرض. احنا ابغى جمله مفيده من الرانكلر. ايوه الغماره الواحده. ايوه ما يبيع. مين ما يبيع؟ شو ما يبيع؟ ارقام اف سي اي ارقام جي بي اكثر مبيعاتهم غير الغمارتين. ليش الناس ياخذون الغمارتين ينتجوا المسافه زياده؟ طيب سؤال، ايش فائدة الرانجلر؟ انت تقول ان الرانجلر بابين افضل من الرانجلر اربع ابواب. حجم اصغر، وزن اخف. حلو. بس. طيب الراحة؟ ما فكر فيها. ما تفكر فيها، حلو. طيب اول شيء معلومة عشان تعرفها، الرانجلر نزل 3 مرات. اها. حلو، كل نوع فيه درجات. تمام؟ كل نوع فيه درجات. عندك الرانجلر اللي نعرفه باب واحد الحين اوريك اياه. حلو؟ أه. نزل بس نزل فيه هاف، نزل فيه كلها روبي كان وما ادري ايش، هذه كلها موجوده. حلو؟ انت قاعد تصور شو؟ انت الحين تتكلم عن هذا ما ادري ايش السالفه. تتكلم عن هذا الحين تتكلم الحين سياره وبعدين هذا طياره الروبي الرانجلر هذا جندي اللي باب واحد بس شاصي طويل. باب واحد شاصي طويل. ايوه تمام؟ وبعدين نزل الرانجلر اربع ابواب. شوف الفرق يا ابو فرق اربع ابواب وبابين. يكون مرتاح لسه ما طلع. اريح. في سفريه خذ اذا مره قررت تاخذ رانجلر خذ اربع ابواب. ولا لا تاخذ. الرانجلر في خط يكسر ظهر اقل من قدم. شوفه. هذا ذاك بابين باب وهذا بابين. اقل من قدم. هذا تمشي فيه في ثلج، تمشي فيه في.
انا ركبت بالهايلوكس يا رجال انت الهايلوكس علي الهايلوكس اللي عندك بابين ولا اربعه؟ اربعه خلاص خط مسافر رايح جاي اريح لك مليون مو مليون مليونين مره من الثاني. هذاك تضرب فيه حجر واحد السياره زقضتني كلها نطت. هذا تضرب فيه حجر واحد واحد يطلع الثاني ينزل في راحه. هذاك ما فيه مره. ليش الاثنين هم اندبندنت سسبنشن؟ اندبندنت سسبنشن يقول لك اضرب مطب وين العمال ليش ما ليش استفدت هذا التاخير؟ تاخروا بعد الجايسين باللسته حق السيات تاخرت زياده اتوقع حق الكروان يمكن يقول يفتحون كروان طير كورونا بدا بدا فورد اوف جولاي هذا الحق برضيه ابي ابي هذا فراوله اشوف اشتريه هات. اقول لك والله كل الاشياء الرخيصه والرخيصه ياخذها كل قنوع قنوع ما لا لا مو قنوع لا لا مو قنوع لا لا مو قنوع انت مو قنوع انت تفكيرك واطي بس تمرك اي ومو قنوع لان احيانا عند الخيارين الحق كويس والخيار يبي ذا يبغى الواحد ترى المجان اثنينهم اللي يسمونه داون تو ايرث داون تو ايرث والله شوف دتسن ها دتسن غبار بالبيع اوه يا قلب هو نفس بس الله هو الطول والوزن هذا الطول يا حبيبي اريح لك الطويل ذا الله يريحك في الطويل ان شاء الله ما ادري تبغى نروح نشوف؟ لا اتوقع غالي لا مو غالي نروح نشوف خلينا نطقطق على لا يا لا يتغذر هذا ما يتعدى 1200 1300 اذا ما راجل اذا كان نظيف 1500 ما تبغى نروح نشوفه؟ اذا لف لف رام اذا اذا استعماله حشبه لف 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 رام لا لا عادي انا هنا والله من اليوم لف مره عادي فاصل الحصاص ونفس ما نسيت الحزام استخدام حشبه يقول لي سيارتين خلاص الجمعة الاثنين ما هذا يعطيك مجال احز هذا ما اشوف له رجلي قاعد تهز ولا بصل ضيف صلى الله مع مجان ديتسن ذا ديتسن داتسن بيك اب اسكت اسكت الحكومة كبس له كبس كباع باسم دوت كبس له الحكومة وقف قال السيارة للبيع موزع سيارة للبيع خاف يصفقون بعد يجوا الاشياء انا شارب رد بال قديم هذه مزرعة ولا ولا معرض هذا دائما عنده سيارات راعي بيت اي ادري امر انا اشوف فيلم ايوه اشوف الدكسن يلا دكسن دكسن علي علي ايش ايش علي لسه تشتريها اشتراها الحين ها عشان نروح نذبح خرفان احنا اي والضريبة انا اقول لك الضريبة 15 واشتراها الحين قبل الضريبة علي الله العظيم شوف تخيل علي تقول الحين صحيح والله لو تقول هذه السيارة ولا هذه السيارة ياخذ دي ما يبي دي حتى لو انه مجانا اثنينهم لا يبي دي علي دي احسن شوي ارقى شوي ولا ما تبي تبي دي خمسة نمر ما بحلو دي ارقى شوي ما يبي دي دفع خلفي خمسة نمر 500 قر عادي 500 بكم ما ادري والله مكتوب انا طلبت في حط السعر؟ هذا الرقم حق صور الشاشة حق علي كم كم علي مستوى والله مو كاتب السعر شوف شوف علي شوف تمجيده هنا خفيفة وماشي 270 شوف هنا لذا المقطوع هنا سجادة بس تحط خلاص ضبط كل شيء قلت لك لا شوف لو بيشتري ذي حيل علي شو يسوي يجي حق ذا الديلر هلا يقول لك تعطيني اياها سلام تعطيني اياها سجل لك علي راح هذا الحين دولي سيارات ديلي لا طيارات هذول كلاب مني الحين هذا شو اسمه ذيك السياره علي ديسكفري ديسكفري قصدك الرنجر وين الرنجر البيضه هذه ديسكفري هذه رنجر اسمها وين لاند روفر ايوه تقول رنجر سترينجر احنا بالسعوديه نسميه رنجر على كيفك هم خلق الله يسمونه رانجر والله ما ادري انا ما استخدم المصطلحات بس عادي شلون شكله كذا سووه غير لاند روفر لاند روفر صغيره ورنج روفر
رينج روفر اللاكجري اللي يكون النسخ العالي من واللاند روفر فيه شو اسمه ديسكفري ويا الجديده هذه اللي سووا منزلينها نسيتها الحق اوف وود بس هذا اللي هي الباور واجن يا قلبي الباور واجن هذا الواحد عيب وشيء واحد احترم نفس ديزل عيب وشيء واحد الى يومك هذا كل العالم تكلمت فيه البنزين لا تعبي واد بنزين شفت شلون عرفت انا ديزل لا لا ما كل شيء فيه ممتاز بس انه ديزل بس انه بنزين ما بحس انه حجم مو بحل حق ديزل لا حجمه ممتاز مره بس حق لا هذا الهابي شفت نفس الدول هذا هو مبني عليهم لكن مشكلته انه بنزين ما في ماكينه واحده تاخذ 6.4 يبغون ديزل لانه في ونش نازل من الوكاله ورا الصدام نازل كل شيء فيه زين كامل هو كنا مزود تشتري مزود كامل شوف حتى اللفت عليه مرتفع وما ادري انت تفهم في الاشياء ذي ولا لا بس انه لو تشوف الدفرنس حق قديش كبره ذاك شنو الدفرنس اللي الكوره اللي في النص اي اللي تحت اللي تحت يعني. تمام مقارنه بهذا هذا اخوه هذا ولد عمه العادي اي هذا شوف الدفرنس حق اللي تحت الاسود اللي في اليمين اللي تحت ذا ايوه شوف الاسود اللي في اليمين شوف الدفرنس حق قديش ما يبقى ايه طبعا اصلا طبعا هذا هابي ديوتي هذا ما بعد يحدثون لا 300S اس دي اي بس انه على السي 300S لا سبورت 300S دي ما في سي ايوه واجن طبعتي بير واجن يسمونه السعوديه عندنا بير واجن البدو بير واجن هذا ذا بلاك اديشن ولا شنو هذا بلاك شفت تعرفه سامي انا ميد نايت السي موديل ثاني انا معاك بس نفس الشكل هي نفس السياره الاس بس اللهم السبورت خلاص يعني سي 300S نفس ميدنايت جرين هذا اللي يفون يعني خذ نفس الاسم ولا عادي في دلام في عندهم الكينج رانش وينه بعد خبير ما يقولون سي يعني لان في تعرف 300 هذا الهايلوكس حقه مع عبد الله ايش تلقاه مال بطار الكينج رانش برانش كينج رانش الفخم حقه مزرعه اسمها تكساس معروفة هذا اللي حقه علي بخذك تاخذ الهايلوكس والله يبيع ترى جيب طلعت هذا هو شال اللي ورا صار ذا شو هي يبيع ورا هنا حاطين حتى العلامات والربيع كنا هذا تشتري ذاك بدون حوض وتاخذ الحوض يا سلام متركب هذا جيبوا عن قطعة صغيرة شفت شلون يعني تشتري الايفون بدون شاحن تشتري الشاحن وتحطه نفس الحركة تشتري السيارة بدون ماكينة هذا والد جومس ها؟ هذا والد جومس طالع معك الجديد الله يرزقني بواحد زيه امين الله يكرمك 1500 تشتري هذا ولا هيلوكس؟ لا لا هيلوكس والله مريض انا قنوع يا رجل لا 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 اعطاك الخيارين انك يقول لك تبي ذا ولا ذا بسرعه تعطيني دراهم فوق اضطرار يتشرب لا لا يعني تعطيني الفرق السعر لا اعطيك فرق سعر ايش؟ خلاص اشتري اعطني هذا واروح ابيعه ترجع تاخذ ليلك ايه انا ترى شوف انا ودي بشغلات كثيره بس انا اتكلم عن السعر انا قلت بس كلها ياخذها اي شيء تعطيه ياخذ يروح يبيع يشتري لك ثاني لا انا دائما فكرتي كذا اشوف الفارق اشوف شغلات سبيشال اديشنز لو تشتري مثلا مبكر وتبيعه هذا الشغل ايوه وبعدين بعدين نهايه الشغل ذا كله ايش؟ انا اطلع برباحه ايوه بس الرباحه دي تحطها في ايش؟ عادي مرباحه في حسابك في البنك اهم شيء يعني ما تحطها في هيلوكس رباحه في حسابك في البنك وتشتري الهايلوكس ورباحه هايلوكس عندي سيارة وعندي فلوس رايدي من اللعبة بس ما علي صح علي بس انك تفكر انك تجيب فلوس جواد اروح ابيع الهايلكس واشتري الهايلكس عندي لا اروح ابيع الهايلكس وراح اشتري الكرسي 91 خربانة هايلايت هايلايت على تذكر الثلج نزلنا هنا تمشي اول وش ذا حقيقة تعال ما اي لا صح ذا شوف الغزال شوف الغزال خل سلفي سلفي بس قاعد يطالع هنا ما ودي يمشي ما تحرك هذا الثاني هنا شوفه معطيني على ورا الحركه دقهره
مشى. شفت الحركه لما اعطيك اياها؟ شوفوا كيف الشلال هنا، ما بشلال يعتبر، بس المهم الحين النزله ذي كل الماي اللي ينزل هنا من هنا من ديك الجهه. ايام هنا قبل نصيد. ايه تذكر في رمضان يوم جينا هنا بعد اسوي لكم بانوراما. شوفوا كيف بانوراما، شوفوا بانوراما حلوه. خلاص بانوراما كذا، بانوراما لايف لايف. هذا المكان كله ذي ثلج، نمشي عليه في الثلج على ديسمبر كذا كله يثلج ذا. وينزلون هنا الناس ويحفرون في الارض اللي يسوون كلهم يصدون يصدون سمك، يحفرون يصدون سمك.